أهلا بكل متابعينا. في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الأسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 1 يوليو وبينتهي بيوم الجمعة 7 يوليو. هنشوف تأثير الحالة الفلكية خلال الأسبوع ده هيكون إيه على مواليد برج القوس. مواليد القوس الأسبوع ده عندكم 4 أيام الحظر بيحالفكم خلالهم. ال4 أيام دول هم يوم السبت والحد وكمان يوم الأربع والخميس. الأسبوع بيبدأ والشهر بيبدأ بالقمر في برجكم، يعني يوم السبت والحد القمر موجود في برجكم بيديكم منتهى السحر والتألق والجاذبية، وعندكم ثقة بالنفس أكتر في يوم السبت والحد، وتعرفوا انكم تسيطروا على كل المواقف وتمشوا الدنيا في صالحكم ان شاء الله. يعني تعرفوا تفرضوا ارادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء. كمان في يوم السبت والحد تعرفوا تلفتوا الانظار ليكم وخصوصا انظار الجنس الاخر. عموما القمر لما بيكون في برجكم بيديكم مظهر رائع، بيديكم حتى ميل او يعني رغبه في انكم تهتموا اكتر بمظهركم، وده بيديكم مظهر افضل وافضل ان شاء الله. اما يوم الاربع والخميس فالقمر هيكون في منزل العلاقات، وده بقى بيدعم علاقتكم على كل الأصعدة، يعني علاقتكم بكل اللي حواليكم ممكن تتوطد أكتر وتبقى أفضل في يوم الأربع والخميس. عشان كده بقول لما يكون القمر في منزل العلاقات حاولوا إنكم ما ترفضوش أي دعوات سواء اجتماعية أو عائلية أو مهنية، لأن الخروج والانطلاق خلال اليومين دول بيساعدكم انكم توطدوا عموما علاقتكم باللي حواليكم. ففي الناحية المهنية العائلية الاجتماعية وكمان العاطفية، بما انه فينوس في منزل الحظ فعندكم العلاقات كلها ممكن تبقى كويسة قوي خلال الفترة دي وخصوصا في يوم الاربع والخميس. يوم الاربع والخميس كمان في الشغل بالذات لو عايزين تاخدوا مواعيد مهمة او تعملوا انترفيو في شغل يفضل تعملوها في يوم الاربع والخميس. ليه؟ لان عندكم سرعة بديهة ويقظة ذهنية وبلاغة في التعبير عن افكاركم، تعرفوا بسرعة تحسنوا التصرف قدام اي مفاجآت او يعني اي مواقف او اسئلة مفاجأة، تعرفوا بسرعة تردوا وردود سليمة ان شاء الله. فالاربع والخميس لو عايزين تعملوا انترفيو هتعرفوا تبرزوا مواهبكم، لقاءات مهنية، لو بتشتغلوا في مجال سيلز او ماركتينج تعرفوا انكم تسوقوا حلو للمنتجات اللي بتعملوها، تعرفوا تحققوا مبيعات افضل في خلال اليومين دول لان عندكم قدرة على الاقناع هايلة، ده يساعدكم انكم تعرفوا تسوقوا لمنتجاتكم كويس. واي حد بقى عايز يقنع اي حد بفكره فلو انتوا قوس يبقى هتعرفوا تقنعوا حلو جدا يوم الاربع والخميس ان شاء الله. حتى لو بتقنعوا اولادكم بفكره او بتحاولوا تقنعوا اهلكم بفكره في خلال الاربع والخميس قدرتكم على الاقناع هتساعدكم جدا انكم توصلوا للهدف بتاعكم. في الناحية الاجتماعية والعائلية تقدروا تستمتعوا جدا بوقتكم مع الأهل ومع القرايب ومع الأصحاب، فما ترفضوش أي دعوات اجتماعية أو عائلية توجه ليكم خلال اليومين دول، هتستمتعوا بوقتكم ويكون كمان بيجمعكم تبادل فكري مفيد أو تقدروا تعملوا صداقات جديدة موفقة ومفيدة ليكم إن شاء الله. كل ده يعني الحظ بيحالفكم في يوم الاربع والخميس. بس بما انه قلنا اتكلمنا عن 4 ايام حلوين فده معناها انه في 3 ايام محتاجين نعرف ايه الحاجات اللي ممكن تضايقنا فناخد بالنا عشان نحاول نتجنبها. في الاثنين والتلات والجمعة دول ال3 ايام اللي لازم تكونوا منتبهين خلالهم.
نبدأ بيوم الاثنين والثلاث، ايه الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. اول حاجة الاثنين والثلاث القمر في المنزل الثاني، وده بيخلي تركيزكم اقل، فتاخدوا بالكم في يوم الاثنين والثلاث انه في الشغل تراجعوا كويس خطواتكم، لان عدم التركيز ممكن يخليكم تقعوا في اخطاء، فراجعوا كويس كل خطوة قبل ما تنفذوها عشان ما يتمسكش عليكم اخطاء في الشغل. كمان في الفلوس مهم جدا انكم ما تغامروش في اي قرارات مالية، اعملوا حساباتكم كويس، راجعوا حساباتكم حلو، عشان اي قرارات متسرعة ممكن تتسبب ليكم في خسائر، ففي بيع او في شراء لازم تاخدوا بالكم، بالذات في الحاجات الكبيرة زي بيع املاك او شراء املاك لازم تدرسوا كويس وما تغامروش خلال يوم الاثنين والتلات. كمان عدم التركيز ممكن يخليكم توقعوا حاجة تتكسر، حاجة تنسوها تضيع، فخدوا بالكم من الحاجات بتاعتكم، مقتنياتكم، املاككم، اي حاجة عندكم تاخدوا بالكم منها عشان ما تضيعش او تتكسر. يعني الحقيقة هما يومين ممكن يكون فيهم خسائر مادية، فتاخدوا بالكم من كل حاجة، فلوس، حاجات بتاعتكم، موبايل ما تنسوهوش او ما يقعش منكم، يعني خليكم منتبهين. ده بالنسبة ليوم الاثنين والتلات. اما يوم الجمعة اللي هو اخر يوم في الاسبوع، هيكون القمر في وضع معاكس معاكم، خصوصا في الناحية العائلية والاجتماعية، فحاولوا في يوم الجمعة انكم يعني ما تدخلوش في اي جدال او نقاش ممكن يؤدي لصدام مع الاهل والقرايب والاصحاب. في الحقيقة في يوم الجمعة ممكن تكونوا معرضين اصلا لحد مستفز او حد يتدخل في شؤونكم، فحاولوا تكونوا جاهزين لده بانكم تردوا بلباقة او تكونوا متماسكين قدام اي استفزاز، او من الاساس حاولوا تتجنبوا التواجد مع اي شخص تكونوا عارفين ان هو مستفز، يعني عشان تحافظوا على اعصابكم، او تمرنوا نفسكم انكم تردوا بلباقة في اليوم ده. كمان بعض مواليد القوس ممكن يبقى عندكم استرجاع لذكريات حزينة او مؤلمة في يوم الجمعة، فحاولوا تقاوموا اي مشاعر سلبية، ما تسيبوهاش تسيطر عليكم، استفيدوا بس من الخبرات اللي فاتت، بس من غير ما تتسبب ليكم في مضايقات في الوقت الحاضر، عشان تعرفوا تستمتعوا عموما بوقتكم في الوقت الحاضر اهم، واللي فات فات، علشان ما تفضلوش عايشين في اي ذكريات حزينة. بس تاخدوا بالكم من الحاجات دي، وان شاء الله الاسبوع كله يكون حلو، وكل اسبوع وانتوا طيبين.